واحنا بنرصد قصص بطلات قوموا سرطان الثدي وبطلات هزموا سرطان الثدي، مفيش شك ان الاكتر بطولة ويستحق كل الاشادة والاحترام بطلات هزموا سرطان الثدي وساعدوا غيرهم في مقاومته وفي التوعية بيه. من النماذج العالمية شيريل كرو، وهي مطربة امريكية اكتشفت اصابتها بسرطان الثدي سنة 2006 وشفيت منه بعد خضوعها لعملية استئصال الورم لتقرر بعدها توعية السيدات حول المرض، وقامت بتصوير وثائقي يحمل اسم كريزي بريست كانسر في سنة 2007، وانشأت مؤسسة شيريل كرو للوقاية والتشخيص المبكر لسرطان الثدي. وفي مصر ينسب للراحلة الجميلة الفنانة شادية تبرعها ببيتها ليصبح مركز لأبحاث وفحوصات سرطان الثدي. وبالمثل، إذا كان عظيم في الطب الحد من سرطان الثدي أو القضاء عليه، فالأعظم والأحدث هو إعادة بناء الثدي حتى تعود السيدة لحياتها الطبيعية بدون مرارة أو إحساس بالفقد والخسارة. في وحدات علم الأمراض في أوروبا والولايات المتحدة لا تعتبر المرأة شفيت تماما من السرطان حتى يتم إعادة بناء الثدي بشكل كامل. اهلا بكم. الحقيقه احنا النهارده في موضوع مهم، سرطان الثدي وكيفيه بناء الثدي، موضوع شديد الاهميه. معايا طبعا لقاء مهم جدا وانترفيو اعتقد انه هيكون مؤثر للغايه علميا، مع اسم متميز للغايه وقيمه علميه كبيره في هذا المجال. بيسعدني دايما حواره العلمي واختياراته الرائعه. النهارده ضيفي هو الاستاذ الدكتور جمال البحيري، عضو الجمعيه المصريه والاوروبيه لجراحات الاورام واستشاري جراحات الثدي والغدد والاورام، الاسم الكبير في هذا المجال. اهلا بيك يا دكتور جمال. اهلا بحضرتك دكتور ايمن، واهلا بمشاهدي برنامج الدكتور. اهلا بيك. اهلا وسهلا. الحقيقه انا عايز ابدا الاول بسرطان الثدي. كتير من الناس ما بتعرفش قيمة التشخيص، فعشان كده نبدأ بالتشخيص. ده حقيقي، يمكن الهدف من الحلقة هو التوعية، الناس تعرف ايه هي العلامات اللي تبتدي عندها تتحقق، ازاي نشخص، ازاي نتعامل، لان اغلب المشاكل بتيجي يا اما من اكتشاف اتأخر، او حد مشي مع حد غير مختص ومشي السكة غلط. فيمكن احنا النهاردة عايزين، في حلقات قبل كده اتكلمنا عن يمكن اسبابه وازاي نعالج والكلام ده، احنا عايزين النهاردة نتكلم على اول حاجة الكشف المبكر ازاي، وطرق التشخيص، ونتكلم على احدث الجراحات. ازاي نشخص مبكر؟ ازاي نشخص اي ست او اي بنت، لان دلوقتي ممكن يجي في سن صغير جدا عندها كتلة في الثدي، وخصوصا لو الكتلة دي مش بتوجع لا تهتم، لو في إفرازات غامقة من الحلمة لا نهتم، لو في كتلة تحت الإبط أو تغير في لون الجلد لا نهتم، وبعد كده ندخل على الطبيب المختص. إزاي بقى الأدوات التشخيص؟ هي الأدوات بتتوقف على سن المريض. لو سنه أقل من 35 بنبدأ بأشعة تلفزيونية عادية، لو سنه أكتر من 35 بنعمل أشعة الماموجرام، ودي أشعة سهلة وبسيطة وبتبين لنا. يمكن ده جهاز الماموجرام دكتور أيمن معانا، بناخد وضعين للتشخيص، الوضع المائل ووضع عمودي يوضح لنا كل مشكلة في الثدي أو تحت الإبط. يمكن في صورة بعد كده لأشعة الماموجرام تبين لنا، دي صورة واضحة خالص باين فيها الكتلة اللي واخدة اللون الأبيض أو اللي منورة في الأشعة دي، هي دي اللي فيها المشكلة، وواضح من علاماتها. يمكن هو الماموجرام ده ليه حاجة اسمها بايراد سكور أو معامل الشك، واضح إن فيها شك. حالة زي دي لا ندخل على المرحلة اللي بعد كده اللي هي أخذ عينة. إزاي بناخد العينة؟ العينة دلوقتي بتتاخد إما بإبرة اللي هي السرنجة العادية، أو بإبرة قطعة، أو لو حالة ورم زي ده وحجمه صغير ممكن نعمل فحوصاتنا العادية ونشيل الورم ده ونجيب معانا دكتور التحليل داخل غرفة العمليات، إن احنا نحوط الورم كويس ونديه له على ما نقفل المكان ده ونعمله تجميل، يقول لنا الورم ده حميد ولا غير حميد. قال لنا حميد خلاص القصة انتهت. طب غير حميد بندخل على الجزء الثاني في العملية، وهو تشريح الغدد الليمفاوية. ليه بتوصلوا دايما في على كلمة الكشف المبكر؟ ليه أهميتها عندكم إيه؟ هو الكشف المبكر هو حياة.
هو طوق النجاة للسيدة. الكشف المبكر ده بيسهل علينا وعلى المريض العلاج. يعني يمكن حالة زي دي بنقول ازاي الصور دي، ازاي الست تكتشف لو عندها مشكلة. دايما بعد انتهاء البيريود تبتدي تبص لنفسها، تقارن الناحيتين ببعض، شكل الحلمة، لون الجلد، هل في كتلة، هل في جزء بيقلم مع الضغط عليه، هل في تغير في لون الجلد، هل في كتلة محسوسة، طب الكتلة دي بتتحرك ولا ثابتة، طب في غدد لمفاوية تحت الإبط. الحاجات دي الست تاخد بالها، لو شكت تعمل أشعة. يمكن ده فيلم أشعة مختلف عن اللي قبل كده، واضح تماما إن أنسجة الثدي سليمة ما فيهاش مشكلة. يبقى لو شكيتي وعملت الأشعة دي واتطمنتي على نفسك خلاص أنت في أمان. بعكس لو إحنا شكينا، أنا المشكلة إن في ستات كتير بيشكوا وفي ستات متعلمة وفاهمين، وتلاقي عندها حاجة، عندها شك فتقول لا فوت، لا نسيبها، ما نفتحش على نفسنا. لا، انت لو سبتيها، يمكن لو مسموح نعرض لحالات متقدمة في السرطان تشوف الشكل شكل مفزع. فبعكس لو حالة جت زي الفيلم الاولاني ده، كتلة صغيرة خلاص سهل جدا ان انا اشيل الكتلة دي وحافظ على الثدي بتاعك. ويمكن 50% من الحالات اللي هي بتكتشف بدري ما بتاخدش حتى العلاج الكيماوي ولا علاج موجه ولا علاج مناعي، ممكن نكتفي بعلاج اشعاعي مع الاستئصال التحفظي وخلاص. ودايما الرسول عليه الصلاه والسلام بيقول ايه؟ تفاءلوا الخير تجدوه. يعني ممكن احنا نتحرك ونهتم ونعمل فحوصاتنا ويطلع المشكله دي سهله، حلها سهل، ممكن حاجه حميده، ممكن حاجه تيجي بالعلاج. يعني لما نهتم ونتحرك ويطلع ما فيش حاجة أحسن من أن احنا نهمل والأمور تتطور. إيه أهمية الفحص الجيني؟ الفحص الجيني ده اللي عملته أنجلينا جولي. دايما السيدات اللي عندهم حالة أو أكتر في العيلة مصابة بسرطان الثدي، لا دلوقتي بقى متوفر في مصر الفحص الجيني. الفحص الجيني ده بيقول الست دي في احتمالية كبيرة لإصابتها بسرطان الثدي ولا لا. طب إيه أهميته؟ طب ما هو كده في ناس يقول لك طب أنا أعمله ليه؟ ما هو لو هيجي هيجي وخلاص. لا، الموضوع مختلف. لو أنت عملت الفحص وطلع عندك قابلية، زي أنجلينا جولي دي عملت العملية اللي هو تفريغ لمحتوى الثدي، لكن الجلد بالهالة البنية بالحلمة متواجد، وبعد كده عوضنا سواء بنسيج أو بحشوة سيليكون، بتتفادى حاجة مهمة جدا. كل الناس بتخاف من كلمة ورم أو سرطان بسبب إيه يا دكتور أيمن؟ كلمة واحدة، علاج كيماوي، صح؟ مظبوط؟ اللي بتعمل العملية الوقائية أو عملت فحص جيني ولقت عندها نسبة الشك عالية إن هي يجيلها وعملت العملية دي، خلاص مش عرضة إن يجيلها بنسبة 99.9%. وفي الحالة دي مش هتاخد العلاج الكيماوي بنسبة 100%. تفادينا، وهو ده يمكن هو أكتر حاجة تقيلة على العيان. العملية مش صعبة، العملية لما يعملها حد مختص بتعمل العملية وبتمشي بعد 6 ساعات، أو عملتها الصبح على بليل بيكون في بيتها. القصة سهلة جدا، ما فيهاش أي مشكلة دلوقتي مع التطور والأساليب الحديثة في الجراحة. هي صعوبة ورم الثدي الناس اللي بتاخد علاج كيماوي. فلو عملنا الكشف المبكر وعملنا التحليل البراكاجين وطلع فيه مشكله وعالجناها، مش هنلجأ للعلاج الكيماوي. يبقى احنا كده خففنا على المريض اصعب حاجه وهو العلاج. ايه طرق العلاج لواحده عندها سرطان الثدي؟ هو اوريدي واحده عملت ماموجرام، الاشعه قالت ان في حاجه فيها شك، خدنا عينه، العينه دي قالت ان فيه ورم خبيث. بنيجي احنا نقسم بقى، عايزين نشوف الورم ده في مكانه بس ولا الورم ده انتشر. لو في مكانه بس ومرحله اولى وثانيه بندخل على الجراحه على طول. والجراحه دلوقتي في 90% من الحالات جراحه تحفظيه. دايما بنهتم ان احنا نشيل الورم بحد امان، لكن نحافظ على الثدي. دي حاجة مهمة جدا. زمان كان كله بيشيل، شيل الثدي لأبسط الحالات، يمكن حالة جاية مرحلة أولى شيل. لا دلوقتي لا، الكلام ده مش موجود. طب لو حالة جاية في المرحلة الثالثة حجم الورم كبير أكتر من 5 سنتي أو واخد الجلد أو الكلام ده، لا ممكن ندي علاج كيماوي يقلل الحجم وبعد كده نتعامل معاه. طيب لو احنا عملنا الأشعات اللي هي أشعة تلفزيونية، لقينا الكبد ولا حاجة مصاب، أو الرئة فيها مشكلة، أو العظام فيها مشكلة، لا ممكن ندي علاج.
يبقى دور الجراحة هنا ايه؟ نوقف بقى. مفيش ايه؟ مفيش داعي للجراحة. يعني كل الحالات تحتاج اذن لا. الحالات المحظوظة اللي جات بدري وتحركت بدري هي اللي بتحتاج للجراحة وهي اللي عندها نسبة الشفاء. الحالات اللي بتتأخر لما الورم انتشر اللي هي المرحلة الرابعة اللي هو الورم انتشر سواء للكبد أو الرئة أو الكلام ده، لا دي ملهاش جراحة، ده خلاص هتاخد علاج وبتكون نسبة الشفاء فيها للأسف ضعيفة. فمن هنا دور الكشف المبكر بيجي واضح تماما. اكتشفنا الورم وهو في مكانه، خلاص هنقدر نحل المشكلة. الورم انتشر خلاص خرج عن سيطرتنا. إعادة بناء الثدي كيف يتم؟ دي حاجة فعلا مهمة جدا، أنا بحبها جدا وابتدى في وعي شوية عند الناس. يمكن المريض دكتور أيمن أو الست لما بيجي لها المشكلة دي هما ما بيكونوش عارفين يفكروا. زي ما بيقول كده السكينة سرقاها، هي عايزة مش عارفة تمشي ازاي. ففي حالات كتير للأسف بيمشوا مع حد غير مختص يشيل الثدي كله. دي مشكلة، ما عدناش بنلجأ للموضوع ده إلا للحالات لو في أكتر من كتلة في الثدي أو الورم كبير أو ست عجوزة قوي. إنما دلوقتي دايما بنوزن الأمور. طبعا أهم حاجة عندنا إن احنا نشيل الورم بحد أمان. متفقين، حد أمان يعني حتة حد أمان يكفينا سنتي. النسيج اللي يكفينا سنتي، واحد سنتي يكفينا من النسيج الطبيعي، من النسيج السليم. تمام. زائد شيل الغدد، يمكن لو حد جاي كمان بدري ممكن نشيل، نعمل حاجه اسمها سنتينال ليمف نود ونشيل الغدتين ثلاثه بس. لو مش مصابين ما نكملش، لكن لو مصابين هنكمل. طيب في بعض الحالات اللي هي ممكن تكون بنت صغيره وحظها السيء ان عندها اكثر من كتله في الثدي، بنسميها مالت سنتريك، يعني تلاقي الثدي لو قسمناه اربع تربع كده، في واحده جايه لها فوق، واحده تحت، واحده يمين، واحده شمال، لا دي ساعتها صعب ان احنا نشيلهم كلهم بحد امان ونحافظ على الثدي. فبنلجا لحاجه جديده دلوقتي اللي هي سواء نيبل سبيرنج ماستيكتومي او سبكتينيوس ماستيكتومي. ايه هم ده؟ ان احنا بنعمل فتحه حوالين الهاله البنيه، بنفضي كل انسجه الثدي ونحافظ على الجلد. وفي بعض الحالات لو الحلمة والهالة البنية سليمة بنحافظ عليها وبنشيل كل أنسجة الثدي، وبعد كده بنحط إما عضلة من الجسم أو حشوة سيليكون. يبقى احنا كده عملنا حاجتين، شلنا الورم وضمننا ان احنا شلنا بحد أمان كويس، زائد حافظنا على الثدي. وده إعادة البناء ده في نفس العملية، يعني ما بنعرضش المريض لعمليتين. لكن ده بينطبق على حالات معينة، الحالات اللي هي ما عندهاش غدد كتير مصابة، مش متوقع انها تاخد علاج اشعاعي بعد كده. طيب في حالات اللي هي سواء عملت استئصال ثدي لسبب معين، سواء ان هي ما ينفعش تاخد علاج اشعاعي او راحت لحد من الاول. يعني انا كان عندي حالة الورم عندها سنتي، واحد سنتي، وراحت لدكتور شال الثدي كله، دي وبنت 31 سنة. دي طبعا عملية حاجة صعبة جدا، بتكتشف أضرارها بعد كده. يعني أول ما العيان ده بيخف بيجي يبص يلاقي فقد جزء مهم جدا من عنوان جماله، من عنوان جمالها وأنوثتها، فبتبتدي تدور. دلوقتي الحل موجود، يمكن الحالة دي ده عملية سهلة وبسيطة وتتعمل والمريض بيخرج في نفس اليوم. بناخد عضلة من الظهر اللي هي اللاتيسماس دورسي ماسل، والعضلة دي هو المنشأ بتاعها تحت الإبط، فبنلفها ونحطها مكان الايه؟ نسيج الثدي. بتدينا شكل جمالي يمكن يوصل ل 80-85% من الشكل الطبيعي للثدي. ودي ميزتها ايه؟ ان هو نفس نسيج الجسم. والعضله دي جايه من نفس المكان. وعمليه سهله جدا ما فيهاش اي مشكله، وبتحل لنا المشكله النفسيه اللي بيعاني منها المريض. طيب هل دي تنفع لكل الناس؟ لا، دي ليها ناس معينه. لو حجم الثدي المقابل صغير والعضله دي تدينا بلك كويس ان هو يدينا نسيج ثدي كويس. طب لو هي ما تديناش نسيج ثدي كويس، ممكن نستعين معاها يا دكتور ايمن بالسيليكون، نحط حشوه سيليكون تحت والعضله دي فوق. وممكن في بعض الحالات لو الثدي التاني، لان هو دايما الشكل الجمالي بيعتمد على السيمتريه، التناسق، لازم الاثنين يكونوا شكل بعض او على الاقل قريبين من بعض. لو اللي احنا عملنا له اعاده بناء ده مرفوع ما فيهوش ترهل والتاني فيه ترهل، لا هيعمل لنا مشكله. فبنضطر ان احنا الثدي المقابل نعمل له شد
ورفع. يمكن الفيديو اللي معانا ده بعض حالات تقول انا مش عايز اجرح في مكان تاني، انا عاوز احل المشكله دي وخلاص. بنعمل فتحه صغيره في المكان ده ونحط حشوه السيليكون. ممكن نبدأ لو ما عندناش جلد يساعدنا بنبدأ بحاجة اسمها ممدد أنسجة. نحط الممدد ده وزي ما حضرتك شايف كده بنحقن سلاين جوه الممدد ده، يمطلنا الجلد ويمطلنا العضلة ان احنا نلاقي نسيج نغطي بيه بعد كده. وبعد حوالي 3 شهور نشيل الممدد ده ونحط السيليكون. بنوصل لنتيجة كويسة جدا. ده ميزته ايه؟ ان احنا ما بيكونش عندنا فتحة في مكان تاني. في مريض يقول انا مش عايز ولا افتح في ظهري ولا افتح في بطني، لا هو كفايه المكان ده نشتغل عليه. انا معاهم احنا وبنتفق مع الست انت عايزه ايه وتحب ايه. في بعض الناس يقول انا عايز حاجه ناتشورال، حاجه من جسمي وخلاص مش عايز سيليكون، فبنلاقي له حل. في حد تاني مش عايز افتح في المكان في مكان تاني، بندخل على الحل اللي هو ممدد الانسجه وحشوه السيليكون. في حل ثالث بيجي لي بعض الناس عندهم ترهل في جدار البطن وعندهم خلاص فقدت الثدي، فاحنا بنبتدي ان احنا نعمل ايه؟ لا احنا ممكن ناخد العضله ونعمل شد للبطن، وناخد العضله دي بدل ما احنا بنعمل شد للبطن ونرمي النسيج ده، لا احنا ناخده ونلف ونحطه مكان الثدي. يبقى استفادت من حاجتين، الحاجه الاولانيه هي شد البطن، الحاجة التانية واللي احنا اساس شغلنا عليها اللي هو اعادة بناء الثدي، وبتدينا بلك كويس جدا وما بنحتاجش معاها اي انسجة. يعني اعادة بناء الثدي من البطن بجدار البطن. بناخد البطن. دي حاجة اسمها ترام، بناخد العضلة يمكن ده الفيديو بتاعها اهو، بنشيل الجلد الزيادة وبناخد معاها عضلة اللي هي بتغذي الجلد ده، والجزء اللي احنا محتاجينه بس بناخده نلفه معانا فوق، بنعمل له تانل كده تحت الجلد ونلف العضلة دي بالنسيج بتاعها ونحطها في مكان الثدي. دي بتدينا ميزة كويسة جدا اللي هي الحجم بتاعها كويس، بيدينا ثدي نسيج فيه كويس جدا. يمكن دي صورة الحالة كنا عاملينها، اللي على اليمين دي حالة هتعمل شد بطن عادي خالص. بدل ما نشيل ده ونرميه، لا احنا ما بنفصلوش، بنفصله من جهة واحدة وناخد النسيج اللي يكفينا نلفه فوق يدينا ثدي مماثل للثدي المقابل. ودي اللي هي الترام، بيستفيد منها العيان في حاجتين، شد جدار البطن ما يبقاش فيه ترهل، ودي بنعمل إعادة بناء للثدي. برضو السؤال، الستات اللي محتاجين يعملوا اذا تكبير بالسيليكون عاديين ما عندهمش اورام، دي طبعا دي الحاله الاسهل. يعني الحالات دي الشغل فيها هو تخوف الاصعب من السيليكون. السيليكون يمكن فيه دكتور ايمن فيه بنات كتير جدا وستات بعد مرحله الرضاعه بيحصل لهم ترهل ودمور في الثدي. في بنات بيبقى عندهم خلل في الهرمونات نمو الثدي، البنت تلاقيها جسمها كويس جدا وتلاقيها اموره كده، ولكن عندها المشكله دي ما فيش ثدي، بيسبب لهم مشكلة نفسية كبيرة جدا. ويمكن دي فئة كبيرة جدا في بين السيدات والشباب، لكن خايفين دايما، هم كلهم دايما متخوفين من حاجة من ثلاثة، وانا عايز اطمنهم بالنسبة للثلاث حاجات دول. اول حاجة يقولوا يا دكتور لو السيليكون ده هل ده بيسبب كانسر؟ لا يا جماعة ما بيسببش خالص، بدليل ان انتوا بتحطوه امن جدا، ده احنا بنحطه لناس عندها كانسر. تمام، دي حاجه. الحاجه الثانيه، طب هو بيسيب اثر الجرح؟ لا، احنا دايما لما بنيجي نحط السيليكون بنحطه في حته دايما مستخبيه مع الكريز دايما الثانيه بتاعه الجلد من تحت. فالجرح كمان بيكون حوالي 3 سنتي، بيتعمل تجميل وبنرفع الثدي كله بانسجته بين الفاشيه اللي هي بتبطن الثدي من تحت والعضله. فبالتالي السيليكون ده بيكون بعيد خالص عن انسجه الثدي، المكان الجرح مش باين، وبيدينا الحجم المثالي اللي احنا عايزينه وبنتفق معاه مع المريضه. في الحاجه الثالثه اللي هل يا دكتور ده بيأثر على الرضاعه او على الاحساس؟ لا اطلاقا، السيليكون ملوش اي علاقه بانسجه الثدي، وبعد ما نعمل تكبير الثدي ما بيأثرش اطلاقا على الرضاعه. يبقى الثلاث حاجات اللي دايما الناس بتتخوف منهم هم دول. في بعض الناس بيكون عندهم ضمور في الثدي وترهل، وده دايما مع الستات اللي هو بعد الجواز والرضاعه والكلام ده. بنعمل لهم حاجتين بقى، رفع الثدي مع تكبير بواسطه السيليكون. في بعض الحالات جاست ان احنا نكتفي معاها بحاجه اسمها حقن دهون، نسحب الدهون او نشفطها من منطقه البطن او الارداف او كده ونعالجها بطريقه معينه ونحقن الدهون دي فيها ميزه
ان احنا ما بنستخدمش سيليكون. الميزه الثانيه ان هي دهون من الجسم، لكن فيها عيب ان ما بتديناش دايما الحجم اللي احنا عايزينه، وخصوصا لو البنت رفيعه جسمها ما فيش مكان ناخد منه، فبنحتاج ممكن تحتاج كذا مره. فكل حاله ليها المناسب ليها. الشباب كتير اليومين دول بقى عندهم تسدي، يعني بقت الشباب ولاد يعني. دي مشكله بين الشباب. هل في فرصه ان يجي لهم سرطان ثدي؟ هو سرطان الثدي بيجي للرجال على فكره يا دكتور ايمن، لكن يمكن انا على مدار 15 سنه شغل في الاورام شفت مثلا حوالي 8 حالات او 9 حالات. بنسبه اقل كتير. نسبه قليله جدا بالنسبه، يمكن اقل من 1% مقارنه بالسيدات. لكن التسدي ده منتشر جدا بين الشباب، ويمكن بيبان قوي مع الناس اللي هم ممكن يكون تخين وخس. وفي بعض الشباب تلاقيه جسمه حلو جدا وعنده مشكله، خلل في الهرمون عمل له زود له نسبه الدهون في المنطقه دي، بتسبب لهم نفس المشكله النفسيه، ما يبقاش عارف يلبس كويس، مش عارف يتحرك، شكله مش عارف يقلع قدام حد، مش عارف يلبس الحاجه المناسبه ليه. فبنبتدي ان احنا نشوف الخلل فين، هل الخلل في الدهون ولا الخلل في الالياف. يمكن معانا فيديو بيوضح طريقه شفط الدهون دي لما يكون المشكله في الدهون بس. بنبتدي ان احنا من فتحه صغيره جدا حوالين الهاله البنيه بنشفط الدهون دي. طب لو في مشكله في الالياف، لا بنعمل فتحه ندخل نشيل الالياف والغدد اللبنيه دي. يمكن العمليه بسيطه جدا، ممكن تتعمل ببنج موضعي او بنج كلي، بعدها بيلبس الشاب بنداج او رباط ضاغط زي ما الصوره وضحت، على ما الجلد يطبع مع عضله الصدر ويقدر يمارس الرياضه بعدها. لكن الصوره دي كانت حاله عندي زي ما حضرتك شايف قد ايه الشاب ده نحيف، هو جسمه كويس جدا لكن الثدي بتاعه ثدي انثوي، ده مش عارف يلبس حاجه. لما يجي يلبس دايما يلبس لبس اوسع من لبسه عشان يحاول يداري وما بيعرفش. فالشاب ده طبعا بيعاني. شوف كمية الدهون والالياف اللي في المنطقه دكتور ايمن قد ايه، والصوره اللي بعدها هتوضح لنا شكل العمليه. نشوف لو قارنا العمليه الاولانيه بالثانيه، شكل الجرح يكاد يكون مش موجود. مع كريم تجميل بيختفي تماما تماما، ويرجع يمارس حياته بعد اسبوعين، ويمارس رياضه او حاجه بعد شهر. فدي رساله لكل الشباب، لو عندك المشكله دي ما تتردش عليها. عايز اقول حاجه قبل ما نمشي، ان حبوب منع الحمل ترفع خطر الاصابه بسرطان الثدي، ده شيء في منتهى الاهميه. ودراسه حديثه قالت ان الحبوب بترفع الاصابه بنسبه 38%، خاصه اذا كان الاستهلاك على فترات طويل. الحقيقه النهارده انت نورتني وشرفتني، وضيف العزيز القمه العلميه الكبيره الاستاذ الدكتور جمال البحيري، عضو الجمعيه المصريه والاوروبيه لجراحات الاورام واستشاري جراحات الثدي والغدد والاورام، كان ضيفي في الدكتور. نورت يا ربنا يخليك، واتمنى ان احنا نكون افدنا مشاهدي برنامج الدكتور. وتكون الرساله وصلت، اللي هي دايما الكشف المبكر حياه، الكشف المبكر هو طوق النجاه، وما نخافش نواجه دايما المشكله، هنوصل مع بعض الحل طبعا. الكشف المبكر حياة. خليكم دايما مع الدكتور.